الله يخليكم. بالنسبه لهذا القرار اللي اتخذ الوليد، قرار تعسفي. مدينه فاس تعتبر من بين المدن المغربيه، لكن كي تعتبر على هذا القرار خص المدن كلها تكون ما تستخدمش فيها الطاكسي الكبير. ومدينه فاس جهه مكناس، فاس جهه مكناس، فاس مكناس بجوارنا تستخدم فيها الطاكسي. علاش مدينه فاس؟ المطلب فين ديالنا خصنا الطاكسي تخدم في داخل المجال الحضاري، داخل المجال الحضاري. علاش تلغى من المجال الحضاري؟ وبالنسبه للطوبيس، الطوبيس ولا تخرج المدار الحضاري، غزا المدار الحضاري، غزا المدار القروي. وشنو بالنسبه للسائق المهني؟ فين غادي يمشي باش يعيش هو وليداتو؟ شنو المصير ديالو؟ التشرد لا هو والاسر ديالو، الناس عندهم طوموبيلات جدادين واخذهم بالكريدي، شنو المصير ديالهم؟ كنطالبوا بان هذا القرار يلغيه ويفتح المجال للسائق المهني الطاكسي الكبير يخدموا داخل المدار الحضاري. وشكرا.